طيبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونون بخير. راح طالما الطريقة عجبتكم فراح نحاول إن شاء الله نكمل الموضوع. راح أحد من الأعزاء طلب مثال آخر على النظام الإفكتيف سبرينج بالسنجل ديجري أوف فريدم. فبالإضافة إلى هذا المثال راح نضيف مفهوم جديد وهو مفهوم أيضا مهم، هو مفهوم الإفكتيف سبرينج اللي جايني من السمبل بندوليوم. فلو فرضنا عندي فد مثال معين، وخلي هذا المثال ايضا ناخذ بنظر الاعتبار، تروحون لمحاضراتكم صفحة 14 راح تلقون هذا الرسم وهذا الرسم اللي هو اثنيناتهم بندوليوم، بس الاول هذا يكون الماس بي كونتينوسلي ديستريبيوتد على الدومين اللينك اللي اسمه او ال، واللينك الثاني عبارة عن كتلة اعتيادية متمركزة بالنقطة ان. فإذا جاني هذني بالسؤال شلون اتعامل وياها على اساس انه هو سبرينج، هي فعلا كتل لكن بالحقيقة ايضا لها دور ثاني وهو دور السبرينج. اوكي، فراح ناخذنا في مثال بسيط، وهذا المثال متلف فقط من سمبل بندوليوم. اوكي، الكتلة مالته بالنهاية ام، الطول مالته ال، والمطلوب هنا فايند كي افكتيف حول الريفرنس او. هنا الحل اذا جانب بهالشكل هذا راح يكون كي افكتيف حول الريفرنس او يساوي لي كتلة التعجيل في الطول، او خلاص ها هي لازم نعرض هذا القانون. اذا عندي كتلة فتأثير هذه الكتلة اللي في بندوليوم معين الكي افكتيف مالتها راح تكون الكتلة في التعجيل في الطول. اوكي، الحالة الثانية اذا اعتبرنا هاي الحالة الاولى، الحالة الثانية نفس البندوليوم اوكي بس عبارة عن لينك، هذا اللينك كتلة ام ودور حول مركز او، هذا اللينك كتلة مالته تساوي لي صفر وهذا الكتلة مالته يساوي لي ام. ايضا المطلوب فايند كي افكتيف حول او، فالحل مالته راح يكون الكي افكتيف حول او يساوي لي الكتلة في التعجيل في الطول كلها مقسمة على اثنين. الفرق الرئيسي بين هذا القانون وبين هذا القانون هو فقط الواحد على اثنين. ليش؟ لأنه الكتلة بهذا السيستم تتمركز بالنص، مو على مسافة ال، لا على مسافة ال على اثنين، بينما هذا الكتلة مالته تتمركز على مسافة ال. واضح؟ إذا هسه عندي اي من هذين الحالتين ماكو سبرينج حقيقه ديسكريت مثل هذا الرسم، هذا ما موجود فقط كتله، لكن بالحقيقه نضيف له كتله اعتيادية سبرينج، قيمه السبرينج كتله بالتعجيل في الطول حول مركز الدوران اللي هو اسمه او. اوكي، هسه ناخذ لنا سؤال، مثال صغير اضافي اكزامبل، مو خلينا نفتح صفحه جديده اكزامبل. المطلوب فايند كي افكتيف او نقطة A. اوكي، كي افكتيف او نقطة B، كي افكتيف او نقطة C. لهذا المثال نحاول نخلي مثال بسيط، عندهم اعتيادي نخلينا هنا سبرينج ديسكريت، نخلينا هنا سبرينج ديسكريت، هذا اسمه كي واحد قيمة هاي الكتلة ام، هذا اسمه كي اثنين قيمة هاي الكتلة ام اثنين، اذا سميت هاي ام واحد للسهولة، هذا او وان او تو، هاي نقطة اي، هاي نقطة بي، اوكي، هاي نقطة سي. اوكي، هذا مثال بسيط للكي افكتيف. خلينا سبرينج هنا اسمه كي ثلاثة، راح نبدا اوكي زين. شلون نحل هذا السؤال؟
الحالة الأولى لازم شو أشوف؟ أول شيء أشوف السيستم كم ديجري أوف فريدم. هنا من خلال ملاحظاتكم راح أشوف السيستم هو عبارة عن سنجل ديجري أوف فريدم، مهم سنجل ديجري أوف فريدم، سنجل single degree of freedom. اوكي هنا انا راح افرض انه اللينك او تو سي راح يدور مثل ما اتفقنا حول ال reference او تو باي واحد ثيتا. اوكي ومن عندها لازم احسب معناتها هاي الثيتا حول هذا الاوتو وبهالاتجاه عكس اقرب الساعه. حال الخطوة الأولى، الخطوة الثانية طلع displacement مال كل النقاط، فأبدي أحسب دلتا بي، بس قبل خليني أثبت أبعاد المسافة من هنا لهنا أنا أعتبرها واحد، كل الأبعاد عبارة عن dimensionless وخليني نكون بالمتر، المسافة من بي لهذا نقطة سي عبارة عن 2، أوكي؟ ونفس الحال المسافة من أي إلى هاي النقطة في السنتر أيضا 2، بس نبدأ نحل السؤال، دلتا بي يساوي لي واحد ثيتا لانه قلنا دائما الازاحه عباره عن طول في روتيشن. ومن عندها ان لنقطه بي يساوي لي واحد، ليش؟ لانه قلنا هذا الكي فاكتور هو عباره عن قيمه الديسبيسمنت ومؤخرا من عندها الكوردينيت اللي انا فرضته. زين دلتا اي لانه تبعد نفس المسافه ايضا يساوي لي واحد ثيتا، ومن عندها راح احصل ان اي يساوي لي واحد. زين بهذا الاتجاه اوكي دلتا بي بهالاتجاه لازم نخلي الاتجاه دلتا اي الاتجاه الان هو عباره عن قيمه اعتياديه ما احتاج اتجاه. زين الدلتا سي شو يساوي لي؟ يساوي المسافه من او 2 الى بي والمسافه من بي الى سي، معناتها 1 زائد 2 بيساوي 3 ثيتا، ومن عندها ان سي يساوي لي 3. اوكي زين الدلتا هاي الدلتا خلينا نضيف لها فد نقطه اسمها لهاي النقطه اسمها ار دلتا ار عفوا دلتا ار ايضا يساوي المسافه من ار الى او 1 اللي يساوي لي 3 ثيتا، ومن عندها راح احصل ان لنقطه ار يساوي لي 3. واضح؟ ايضا ار راح تكون بهالاتجاه. زين هاي خلصنا بعدها. الخطوه اللي وراها لازم احسب الديفليكشن لكل سبرنج، فاجعل السبرنج اللي هو كي 1 فراح اقول 4 كي 1 من عندها راح احصل دلتا كي واحد يساوي لي الدلتا للنقطة المربوطة بي واللي هي تساوي لي دلتا ار اوكي ويساوي لي 3 ثيتا، ومن عندها راح احصل هالاتجاه، ومن عندها راح احصل ان لدلتا كي واحد يساوي لي 3، وتقريبا للاختصار راح نقول ان حتى ما نكتب كتابتين ان كي واحد يساوي لي 3. اوكي هسه 4 كي 2 من عندها كي 2 مربوطة في نقطة سي، معناتها الدلتا كي 2 هو نفس الدلتا سي ومن عندها في الاتجاه ويساوي 3 ثيتا، ومن عندها راح احصل في الاتجاه طبعا راح احصل ان دلتا كي 2 يساوي 3، وللسهولة ان كي 3 اقصد كي 2 عفوا امسحها يساوي لي 3 كي 3 بس 4 كي 3 يؤدي الى دلتا كي 3 ايضا مربوطه في نقطه تي سي دلتا سي بالاتجاه، ومن عندها تساوي لي 3 ثيتا، ومن عندها هذا الحكي مو صحيح لازم تتذكروا كتبتها تتذكركم بان هذا الحكي غلط. ليش؟ لانه الدلتا صح السبرنج كي 3 مربوط بنقطة ار اوكي ما له علاقة اصلا في نقطة سي اوكي في نقطة ار، لكن هذا السبرنج هو عمودي والزاوية بينه وبين ازاحة النقطة ار 90 درجة وكوساين 90 درجة صفر اوكي معناتها ما بيها دلتا، فهذا الحكي كله حاول يروح والقى اكتب 4
كي 3 من عندها الدلتا كي 3 يساوي